أولا لو أتيت إلى علم مصطلح الحديث لوجدته، دعني أكمل، مخروقا من أوله إلى آخره. أولا لم يجمعوا على تعريف الصحابي، ثانيا لم يجمعوا على المعايير التي من خلالها يعرف الراوي الثقة من غير الثقة. يا أستاذ، منهم من قال يجب بالراوي أن يكون ثقة، يكفيه أن يكون مسلما، منهم من قال يكفي أن يكون لا يشرب الخمر، والأهم من ذلك، والأهم من ذلك اختلفوا. هل تعلم أن البخاري ومسلم لوحدهما اختلفوا في عدد الرواة الثقات؟ يا أخي يعني الذي لا هذا مهم، الكلام ده خطأ، لا مش خطأ يا أخي الحبيب، نفهم، ليس خطأ يا أخي. أستاذن حضرتك، 1059 راويا أكثر منك تخصصا، المسألة ليست تخصص.